قانون ماليه تدخل قطعه السيد وزير طبعني يا لا لا ما طبعني طبعني ان يكف عن الكلام وهذا غير قانوني وهذا عدم احترام لاعضاء البرلمان وللبرلمان ككل وهذا ما لا نقبله جمله وتفصيلا هيا شو يلا قال له حبس علينا وما تزيدش تهدر ونزلنا من الهدره هذاك وهذا خرق لما جاء به الدستور وخلق من عدم احترام التشريعات في البرلمان في عقل تاريخ كيف لوزير الصناعة أن يوقف نائب يتدخل لصالح البلاد والعباد كانت المداخلة في صلب الموضوع عن قانون المالية وعن الميزانية